بسم الله الرحمن الرحيم. تحقق الهدف الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بتأهل المنتخب الأولمبي الحمد لله لأولمبياد طوكيو 2020 بعد فوز أكثر من رائع على جنوب أفريقيا امبارح بثلاثية نظيف، ماتش رائع جدا، عملنا كل حاجة صح. ربما بعض الناس شاف ان الشوط الاول كان شكلنا وحش في الملعب او كان جنوب افريقيا متفوقة علينا فنيا او تكتيكيا، ده اللي انا حابب اتكلم عليه واوضحه ان هو ما كانش صحيح، وحابب اني اكد ان كابتن شوقي غريب فعلا امبارح عمل واحدة من افضل مبارياته الفنية في تاريخه التدريبي حتى من ايام منتخب الشباب في 2001 في الارجنتين. ماتش امبارح كان رائع وفعلا كان فيه شغل كتير جدا من الجهاز الفني، كان واضح ان هم درسوا جنوب افريقيا كويس جدا. تعالوا نخش في الشغل على طول ونشرح ايه اللي حصل امبارح من شوقي غريب ومن ديفيد نواتني المدير الفني لجنوب افريقيا. امبارح كابتن شوقي لعب بطريقته المعتاده اللي هي 3-4-3 بس مع تغيير واحد، شال صلاح محسن الرايت وينجر بتاعنا ونزل عبد الرحمن مجدي لاعب نادي الاسماعيلي، والامبارح طبعا احرز هدفين، بخلاف احراز الهدفين اداؤه التكتيكي كان رائع جدا. طيب كابتن شوقي غريب ليه عمل التغييره دي؟ عمل التغيير دي ببساطه لان كريم العراقي دايما شفناه في ماتش الكاميرون وشفناه في ماتش غانا كان دايما الحته دي عنده كان فيها مشكله بسبب ان صلاح محسن كان قليل ما بيرجع ويساعده في الدفاع، وماتش غانا احنا في الجبهه اليمنى بتاعتنا تم اختراقنا بالكامل، وبالتالي كابتن شوقي غريب لما درس منتخب جنوب افريقيا عارف ان الليفت وينجر بتاعهم سينج لعيب قوي جدا، رقم 11 لعيب قوي جدا، وبالتالي ما اقدرش اسيب كريم العراقي على الجبهه دي بمفرده، وبالتالي هو اختار ان يلعب عبد الرحمن مجدي عشان يقفل الجبهه دي مع كريم العراقي ويعمل جبهه قويه زي الجبهه اليسرى اللي عندنا اللي هي فيها احمد ابو الفتوح ورمضان صبحي. ده كان التغيير اللي عمله الكابتن شوقي غريب وكملنا نلعب بيه التكتيك بتاعنا زي ما احنا. طيب على الناحيه الثانيه مدرب جنوب افريقيا عمل تغييرات كتيره جدا، احنا متعودين من جنوب افريقيا ان هو بيلعبوا 4-3-3 بمهاجم صريح اللي هو كان فوستر كان بيلعب دايما ولعب ماتش نيجيريا وكان دايما الفريق بيلعب بمهاجم صريح. جه فوجئنا في الشوط الاول انه شال فوستر ودخل سينج رقم 11 اللي هو الليفت وينجر دخله في العمق ونزل لاعب خط وسط التالي اللي هو كودي سانج حطه في الجبهه دي، وطبعا ماهيلاتسي رقم 6 نجم الفريق الاول بيلعب على اليمين زي ما هو. تواني فكر في ايه؟ فكر ان هو يستغنى عن مركز المهاجم الصريح عشان يعمل زياده عدديه في نص الملعب ويبدا يخنقنا، ان هو عارف ان احنا في نص الملعب ما عندناش غير اكرم توفيق وموظفين عمار حمدي كلاعب رقم 8، هو كمان جسمانيا في الدفاع ممكن يبقاش لعيب قوي. طيب بدا المباراه وشفنا ماتش شطرنج ما بين الاثنين، الخطه اللي احنا متوقعينها من جنوب افريقيا ما حصلتش، والراجل بدا يزود نص الملعب بتاعه وكمان رجع الهاف ديفندر بتاعه مكمله رجعه خلاه هو باك اليمين عشان يقف قدام رمضان صبحي. الشوط الاول لحد ما كانش فيه فرص من الفرقتين، وعبد الرحمن مجدي طبعا كنا شايفينه بيرجع كتير او ما بيكملش في المساحه دي عشان ما يخسرش دوره الدفاعي، وبدات المباراه ربما جنوب افريقيا جات لهم فرصه وحيده من سبب خطا اللي عمله محمد صبحي لما رجع الكره غلط وخدها سينج ولعب كره عرضيه، بس الحمد لله مهلاتسي ما قدرش يلحقها، واحنا لحد ما كان عندنا بعض التسديدات البعيده او الكرات العرضيه بس ما كانش فيه تاثير، ولكن كان اهم حاجه عندي ان مهلاتسي الشوط الاول ما استلمش الكوره، هو ده كانت اهم نقطه الكابتن شوقي غريب عملها، ان احنا واحنا بنهاجم او بنطير لغايه قدام كان الخوف ان مهلاتسي دايما بيقف هنا، هو كان مين بقى اللي بيروح له؟ كان اللي بيروح له اكرم توفيق امبارح قدر انه يقضي على خطوره مهلاتسي تماما. مهلاتسي يا جماعه ده اللي فضل مثلا في ماتش هو واخد رجل المباراه في ماتش زامبيا، في ماتش نيجيريا كان اكتر لعيب في جنوب افريقيا استلم الكره 41 مره. طب تخيلوا امبارح في المباراه استلم الكره كام مره قدام مصر؟ 31 مره. يبقى احنا امبارح كابتن شوقي غريب قدر ان هو يقضي على خطورته تماما، ده شغل الجهاز الفني. النقطه الاخيره اللي انا عايز اتكلم عليها في اللي عمله الكابتن شوقي غريب الشوط الثاني، احنا دايما الشوط الاول كان رمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي لما بيستلموا الكره بيستلموها مع الخط، ده كان
كان تكتيك الكابتن شوقي غريب عامله، وطبعا مصطفى محمد بدوره الطبيعي ان هو بيخش جوه منطقه الجزاء، لكن كنا احنا دايما بنبدا اللعب من هنا. الشوط الثاني لما الكابتن شوقي غريب بدا بقى يبحث عن الفوز وبدا يبحث عن الانتصار بالظبط بنفس اللي عملناه لو تفتكروا، اللي شاف الماتش الودي الثاني ما بيننا وبين جنوب افريقيا كسبناه 1-0 بضربه جزاء من رمضان صبحي، هو اللي احنا عملناه. بدا رمضان صبحي يخش لجوه ويلعب تحت المهاجم ويقرب المسافات، وعشان كده بدأنا نحاول نخترق جنوب افريقيا من المساحة دي عشان نغلطهم في اي كرة ثابتة او ناخد ضربة جزاء، نفس اللي احنا عملناه بالظبط في الماتش الودي. وبالفعل ربنا سبحانه وتعالى يعني منحنا ركلة الجزاء، اكيد طبعا ليها كلام كتير، ولكن في الاخر هي اتحسبت وخدنا منها الهدف. هو ده اللي كان كابتن شوقي غريب عايز يوصل له، هدف في بداية الشوط الثاني عشان بعد كده ارجع العب تحت الكرة واسيب الملعب كله ليه جنوب افريقيا، وابدا اعتمد على الهجمه المرتده اللي احنا شرحناها في دور المجموعات. رمضان صبحي يقف هنا اهو، مصطفى محمد واقف هنا اهو، وكل لعيبه في الشكل الدفاعي بتاعها كل ورا، وبعتمد على الكوره اول ما توصل اهو وجنوب افريقيا يهاجموني اخطف الكوره والعب الهجمه المرتده لاي لعيب. شفنا عبد الرحمن مجدي في الشوط الثاني بقى الدور الهجومي اتحط في كذا موقف كان واحد على واحد لما لعيبه جنوب افريقيا كانت بتتقدم لقدام، وكان الدفاع بتاعهم بيطلع لاتنين بس في الخلف، كان على طول بنلاقي ان عبد الرحمن مجدي واخد الكرة واخد معاه مدافع وبيروح بواحد على واحد، ونفس الامر تكرر مع رمضان صبحي، حتى عملهم الاتنين راحوا في هجمة اتنين على اتنين. ده اللي الكابتن شوقي غريب كان عايز يوصله، اخطف منك الكرة وارميها بسرعة للمهاجمين بتوعي وحطهم في مواقف واحد على واحد، وده ببساطة اللي ساعدنا في نهاية المباراة ان احنا نجيب الهدف التاني ونجيب الهدف التالت. على عكس الزون ديفنس كان معمول من جنوب افريقيا في الشوط الاول، كنت صعب جدا تخترقهم، هو ده التكتيك. بالتالي الشكل اللي شفناه في الشوط الاول كان متعمد من الكابتن شوقي غريب، ما كانش غصب عنه، لا ده كان متعمد ان هو كان عايز يمشي المباراه بالشكل ده قدام فريق قوي في خط الوسط وقوي جدا في خط الهجوم. الف مليون مبروك للمنتخب الاولمبي التاهل اولمبياد طوكيو، وان شاء الله باذن الله نكمل فرحتنا بالفوز على منتخب قوي جدا منتخب كوت ديفوار في الفاينل يوم الجمعه، ونحتفل بالكاس زي ما احتفلنا بتذكره التاهل للاولمبياد امبارح. شكرا جزيلا كريم سعيد.